اللي قاله في أكتوبر من عام 2013 ذهبت في رحلة عمل إلى أوغندا بحضور أحد المؤتمرات، حيث وافق أول أيام عيد الأضحى، وقررت أن أتجول في أرجاء المدينة لأتعرف على ملامحها. ونصحني موظف الفندق بالذهاب إلى ملاعب النيل، حيث يمكنني أن أرى المكان الذي تنبع منه المياه في مدينة جينجا، وتستغرق 90 يوما حتى تصل إلى مصر. فذهبت إلى هناك وأخذت مركبا صغيرا، سرنا به قليلا في النهر حتى وصلنا على جزيرة صغيرة يوجد بها علامة زرقاء مكتوب عليها باللون الأبيض نهر جينجا أطول أنهار العالم. ورغم بساطة المكان إلا أن به هدوء وسكينة لا منتهى لهما. تأملت المياه وهي تنظر في هدوء حيث تلتقي بحيرة فيكتوريا مع نهر النيل، وترى أمامك أفقا ممتدا من المياه والمساحات الخضراء معلوها بعض الوجوه السمراء الجميلة التي لها ابتسامة ساحرة تشرق لك عندما تتحدث. كان المنظر غريبا لنظري، وتأملت المكان ولسان حالي، ربما ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أثناء شرودي أدركت وجها باسما لأحد الأطفال يلوح لي بابتسامة بريئة، اقترب مني يسألني من أين أتيت، وعندما عرف أنني مصرية قال لي بالإنجليزية You are the lady of this nation and the king of source of the land، ومعناها أنت سيدة صب النهر وأنا ملك منابع النيل. ولوح لي بابتسامته السمراء وذهب في طريقه لصيد السمك. وقفت أتأمله وهو يبتعد بمركبه الصغيرة التي تكاد لا تسعه من ضيقها، ولكنه بابتسامته النقية وحبه للحياة يرى نفسه ملكا بملاعب النيل. تأملت حالنا وكم مرة ضاقت بنا حياتنا ولم تتسع رؤيتنا لنرى الجمال الذي يحيط بنا في كل شيء. وبدلا من أن ننظر إلى هذا الجمال والأفق المتسع بلا حدود، يظل نظرنا معلق بالمركب الضيق البسيط الذي لا يكاد يتسع لنا ولا يناسب أحلامنا. تعلمت من هذا الفتى الصغير صاحب الابتسامة أن أرى الكون الفسيح، وأن أكون ملكة مروجة على عرش أملك، وأن أصنع لنفسي مملكة كبيرة من الجمال من حولي، وأنا أجعل نظري يضيق إلى صغر ما أعيش فيه. تأملت المياه وهي تنساب وتسري في صبر وتحدي حتى تعبر في طريقها كل الصخور والعوائق والسدود وكل ما يمكن أن يعترضها، لتصل ولو بعد مدة طويلة 99 يوما إلى حيث ابتغاها وهدفها. وذهبت أبحث داخل نفسي عن ملاعب النيل لأرى بعيني من أين تنبع وأي طريق تريد أن تسلك لتصل إلى المصب. أسري في هدوء رغم كل الصعاب إلى حيث أريد أن أذهب، وكل ثقة ويقين أني سأصل إلى موعدي. فليفتش كل منا في داخله عن ملاعب النيل وليدور نفسه ملكا على عرش أحلامه التي يملك، ويسلك طريقه في ابتسام وتحد، ولا ينظرن أحدكم إلى ضيق ما يملك ولا بساطته ولا رقة حاله. أنت ملك لديك طريق تسلكه لتصل إلى ما تريد مزودا بإيمانك وثقتك في أنك ستصل حتما إليه. تخيل نفسك وأنت تخطو أولى خطواتك، ابتسامتك تعلو وجهك والكون كله أفق بلا حدود يتسع لك لأحلامك. الطفل الصغير الأبيت عند ملاعب النيل كان ملحم جدا رغم كل الإرهاب يعيش فيه. مركب صغير جدا ومكان ممكن يكون أصغر من أنهار سحاب أحلامه، وشايف نفسه ملك لملاعب النيل، شايف كل الجمال اللي حواليه مملكة حقيقية عايش فيها. أحيان كتير بنبص لبساطة الحال ومشاكلنا اللي بنعيش فيها وبيخدنا الموضوع بعيد، لأننا ممكن ببساطة جدا نستمتع بكل الحاجات البسيطة اللي موجودة في حياتنا. في الكتاب حاولت أفكر مع الناس في الأفكار المختلفة اللي ممكن تكون بتعدي علينا بشكل بسيط ومفكرش قيمتها إيه أو معناها إيه. الناس اللي بنقابلهم اللي ممكن يكونوا جايين يقولوا لنا رسالة معينة أو كلمة معينة. حابة أشارك معاكم فكرة عن إن إحنا بالنسبة لأحلامنا ساعات كتير قوي بنحاول إن إحنا نتخانق عن أحلامنا من غير ما نقصد، ونشوف الناس التانية نديهم فرصة يسيطروا على الفكرة دي من غير ما ناخد بالنا إن دي أحلامنا إحنا وهي اللي ليها الأولوية. فبقول في مقال الأولوية للقادم، هذه العلامة في قيادة المركبات على الطرق تعني بأن هذا الطريق يعطي الأفضلية للمركبات القادمة عن المركبات المواجهة لها. اهتمامك بهذه القاعدة يجعلك تدرك مسؤوليتك عن سلامة كل من يأتي من يمينك
وأن القادم من الفارق يدرك أنه لا ينبغي له التعدي على حارة السائق القادم من اليمين، وبذلك إنها تحل مشاكل مرورية عديدة وتنقذ العديد من الأرواح كل يوم. تأملت هذه العلامة ومدلولها، ووقفت أحدث نفسي، ولم لا أكون أنا القادم؟ وتكون أحلامي لها الأولوية في العبور، ويدرك من حولي وأنا معهم أنه لا ينبغي عليهم التعدي على أحلامهم. تأمل حياتك وانظر كم مرة لم تعطي أنت الأولوية للقادم، وسمحت لأشياء أخرى غير مهمة أن تعبر في الطريق وتسير بأولوية بدلا من أحلامك. إن هذا الكون له نسق عجيب، وكل شيء يسير فيه في طريقه بحكمة بالغة، لأنه يسير بحكمة الخالق المبدع. وماذا عنك أيها الإنسان؟ أنت في كل يوم تسير في حياتك تتراسى عن الأولوية للقادم، وتسمح للمتغيرات ليس لها نفس الأولوية أن تعبر وتسبقك إلى طريقك، وينتج عن ذلك العديد من الحوادث المرورية في حياتك. وفي أغلب الأحيان يكون الذي يتعدى على أولوية مرورك هو من داخلك، وليس شخص آخر يحاول العبور من الجهة المقابلة. تعلم الآن أن قيادة حياتك مثل قيادتك لمرتبتك، إنها فن وليست مجرد تعليمات تنفذها. تأمل المعنى من وراء كل قاعدة مرورية وضغطها لنفسك، لتسمح لأفكارك بالمرور ولنزواتك بالتوقف في وقت ما، لتدرك أنه يجب أن تكون أنت وخروجك وأهدافك القادمة أصحاب الأولوية في المرور. مهما كان ارتباطك بالآخرين وانتماءك لهم، ومهما كانت رغبتك فيما تريد أن يعبر من الجهة المقابلة، لا تضع لأحد أولوية عن نفسك وخروجك. أعطي كل حلم وكل رغبة وكل شخص آخر الأولوية التي تنفذها، وانطلق أنت في طريقك. تأكد أنك أنت وحدك قائد مرتبة حياتك، أحكمك بعض القوانين والأعراف واللوائح، ولكنك أنت وحدك من يقرر أي طريق ستسلك، كيف ستسير، وأي أسلوب قيادة ستتبع. إذا اخترت أن تقود بلا هدف وبلا أولويات واضحة، فلن تصل إلى ما تريد، أو يمكن أن تصل إليه متأخرا أو مصابا في بعض الأحيان، وربما تصل إلى مكان آخر لم ترد الوصول إليه. اختر طريقك وارسم حلمك، وضع نصب عليك أنهما الأولوية، وأن كل ما تسمح له بالمرور لن يتضرر ولن يتأذى إذا انتظر حتى تعبر أنت وحلمك إلى حيث ارتضيت لنفسك أن تكون. وتذكر وأنت تسير طوال رحلة القيادة عن الأولوية للقادم. المقال اللي أنا اتكلمت عنه عن أولوية القادم، الحقيقة عملنا فكرة إن إحنا نترجم الكتاب للغة الإنجليزية بترجمة ياسمين الحبال. الترجمة هي أخدت روح الكلام، وكانت الفكرة إن إحنا نخلي الكتاب مترجم عربي وإنجليزي في نفس الطبعة، علشان لينا أصحاب كتير أجانب، في كتير أوي بيقروا باللغة الإنجليزية، فممكن إن إحنا اللي عايز يتعلم اللغة منهم، اللي عايز يعرف معاني أو يتعلم مع اللغة بشكل مختلف من خلال قصة أو رواية، كتير ما بيلاقيش نفس العمل المترجم في نفس المكتبة أو بيلوع عليه بشكل مختلف. فكرنا إن إحنا تكون فكرة جديدة للمكتبة العربية الكتاب يكون في نفس الطبعة مترجم عربي وإنجليزي، هو نفس المحتويات موجودة من الناحية التانية. الترجمة الحقيقة دي كانت فكرة رائعة، أقصد فكرة كبيرة للكتاب، وبتكون سواء مختلف إن أنا أقدر ألاقي نفس الكلام بالعربي والإنجليزي. في أكتر من حاجة حبيت أستعرضهم في المقال، يمكن مقال جبر الخاطر من المقالات المحببة لقلبي جدا، بقول فيها في النهاية إن الكلمات الجميلة التي نتبادلها كل يوم والتي تحمل في طياتها معاني أجمل تستحق أن نتوقف لنتأملها وندرك الجمال الذي تحمله. أدركت حين سمعت أنني سعيت طوال اليوم أن أمنح ابتسامتي للجميع عن طيب خاطر، فأداني رب الجميل ممن يجبر خاطر. من خياف سلم، من خياف سلم مثل شعر يعيش لديه سنين طويلة، لكن أفكرنا في معناه. الحقيقة كلنا بنخاف، كل واحد فينا بيخاف بمقدار معين. كان في مرة رحلة مدينة العين السخنة لركوب رياضة الباراموتا، رحت أنا وصاحبتي لمجرد إن إحنا نتفرج على أصحابنا ونشجعهم. الرحلة كانت عبارة عن إن إحنا بتركب جهاز باراموتر ليه دراسات ليه قائد، وبيمشي مسافة معينة بعدين بيحلق في الهواء بدون أي حاجة، مجرد إن هي خوذة لابسها واحتياطات الأمان. إحساس مختلف جدا إن أنت تحلق زي الطيور في الفضاء بدون أي قيود، شيء مختلف.
بعد ما وقفت اتفرج وشفت اول شخص ركب الدولاب وقته، وانا كنت رايحه اتفرج بس قررت ان انا اكون تاني واحده، وطلعت فعلا. الرحله اخذت 14 دقيقه في الجو، اتعلمت منها كتير جدا، استفدت كتير من التجربه، لانه من خاف ندم مش من خاف صدم. كتير قوي الخوف بيمنعنا عن اننا ناخد قرارات او نجرب حاجات، رغم ان ناس كتير جدا ممكن يكونوا جربوا الحاجات دي ونجحوا فيها. كمان في مقام كلاكات اول مره، بتكلم عن فكره ان في اول مره لكل حاجه في الدنيا، يا اما اول مره حد عمل حاجه قبلي، او طالما من الحاجه دي حد عملها يبقى انا اقدر اعمل حاجه زيها. مفيش وقت او سن معين ان انا اقدر افكر فيه في حاجه من احلامي افكاري. بتكلم في مقاله بعد ال30 عن فكره العمر، لانه العمر مجرد رقم زي ما الحاجه اللي احنا بنشوفه. انا ممكن ابتدي افكر في حياتي وابتدي بدايه جديده عندنا طالما كويس مثلا بدا يكتب بعد ال50، واعماله بقت موجوده في جميع انحاء العالم. في ناس كتير بدات تغير الكارير بتاعها ونظام شغلها بعد فتره كبيره من الدراسه في نفس المجال. مفيش امر ولا رقم معين، ممكن نبتدي حياتنا بعد ال50، بعد ال30، بعد ال90. المهم ان احنا نحاول نغير نفسنا شيء مختلف بنعمله وبنحبه. كمان نتكلم في مقاله البحث عن الشغف، ان الانسان لازم يكون في رحله مستمره للبحث عن شغفه. هو شغوف بايه في الحياه؟ بيحب ايه؟ ممكن يكون عمليه البحث عن الشغف دي عمليه طويله، ممكن يسال اهله، ممكن يشوف كان بيدور على ايه وهو صغير، ممكن يحاول يجرب اكتر من حاجه. لان احنا لو ما عملناش الحاجات اللي احنا بنحبها عمرنا ما نعيش حياه سعيده. دايما في حلول ودايما في مشاكل بتواجهنا. اللي حاولت اقوله في الكتاب هنا ان انا ممكن اكون بقدم تجربه لناس، لحد شبههم، حد من الواقع، حد ممكن يكون ماشي زينا في الحياه، بيتقابلوا بصعوبات، بيتقابلوا مواقف صعبه، بيواجه تحديات، لكن في الاخر لما بيتمسك باحلامه بيقدر ان هو يحققها. لانه في الاخر بقول كمان في الكتاب هنا، لا تتنازل عن حلمك ولا تقتنع كل من حولك بعدم وجود الوسائل المناسبه لتحقيقه، ولا تتجاهل الرسائل التي يرسلها لك القدر في كل يوم واغتنمها، فقد ياتي المستقبل من باب امل صغير فتحته في قلبك وامنت به. الحقيقه الكتاب عباره عن تجربه ذاتيه لاماكن انا رحتها في مصر المغرب وكينيا وتنزانيا واوغندا واثيوبيا، موجود عندهم حكايات جوه الكتاب. بتكلم عن اشخاص قابلتهم، بتكلم عن الناس اللي اتعلمت منهم السفر، بتكلم عن تأملات مختلفة لحاجات وأفكار ممكن نكون ما بنفكرش فيها أو بناخدها بشكل عادي، لأنه أحيانا كتير جدا بنكون محتاجين بس حاجة أو إشارة أو علامة تورينا طريقنا فين. فبقول مثلا في مقال عنوان المجلة، قرأت عناوين كثيرة وطلعت مجلات مختلفة، ويبقى عنوان الجغرافيا تعزف على وتر الإنترنت في مجلة لغة العصر عنوانا ملهما في حياتي. تمسك بحلمك جيدا، آمن به، أصوره حقيقة واضحة، أرسمه بكل تفاصيله، ابحث عن عنوانك الملهم واتبع به طريقة حياتك. بحاول في كل مقالة إن أنا بعد ما أقول التجربة الشخصية أسيب القارئ مساحة إن هو يربطها بحياته هو. يعني في حاجات كتير ممكن الشخص يلاقي نفسه فيها، زي مثلا في مقال العباد، فكرة العباد اللي كنا بنلعب بيه واحنا صغيرين. كان عندي لعبة العداد اللي فيها الخرز الملون، فكرت في لعبة العداد إن كل مرحلة في مراحل الحياة المختلفة العداد بيمشي حسب احتياجاتي وحسب اهتماماتي. لو قعدت أفكر في الحاجات اللي حصلت في حياتي ورصيتها بترتيب وبعدين بصيت للعداد، هكتشف إن أنا علشان أوصل لمرحلة معينة كان لازم أمر بتجارب معينة عشان أوصل للمرحلة دي. ففكرة العداد بقول فيها في النهاية، كل منا يسير وفق عداده حتى يأتيه موعد النهاية. لا يهم الرقم الذي وصلت إليه، المهم أنك استكملت العدد وبذلت كل طاقتك وجهدك في الوصول لهذا الرقم الذي انتهى به العداد. ومهما تأرجحت أحلامك أو أهدافك بين عدد تنازلي أو تصاعدي، اجتهد لتتأكد دائما من أنك على الطريق الصحيح في العداد إلى أن ينتهي الموعد. في مجموعة
مختلفة من الأفكار، بتكلم مثلا عن لحظة التوقف. لحظة التوقف هي فكرة إمتى بنتوقف إن إحنا نعمل حاجة. كتير قوي بنمر في حياتنا لحظات بنكون عندنا حماس وشجاعة إن إحنا مثلا نبتدي رجيم، إن إحنا نجرب رياضة، إن إحنا نذاكر حاجة معينة، وبعد كده بيحصل فتور أو بنتوقف عن الفكرة دي. فبحاول هنا أقول فكرة إنه لا يهم أن تتوقف، المهم أن تركن للوقوف دون تساؤل للتعرف لماذا توقفت. مهما توقفت يمكنك البدء من جديد في أي وقت. راجع مع نفسك أمور توقفت عنها واسألها إن كنت لا زلت ترغب فيها وتستطيع استكمالها أو ستتركها لتنطلق في طريق جديد لبداية شيء آخر. سوف تمر عليك لحظات توقف كثيرة، لا تنزعج منها، تقبلها، تفكر فيها، تدبر الحكمة من وجودها، حاول أن تستمر للنهاية، ولكن لا تترك أي لحظة توقف تمر دونما محاولة للتأمل. فكرة التأمل وقبول نفسنا وقبول إن إحنا التجارب اللي بنمر بيها مهما كانت مؤلمة أو كانت صعبة، الفكرة دي مهمة جدا إن إحنا نحاول نوصلها لنفسنا. أحيانا كتير بيبقى عندنا إحساس بالوجع أو التعب ومنبقاش قادرين نتقبل الفكرة دي. لازم أتقبل فكرة كل الأمور اللي بتمر عليها عشان أقدر أتعامل معاها، وفي طول الوقت هكون عندي قدرة على الاستمرار وعلى إن أنا أشتغل وأنتج. أحيانا كتير بحتاج لحظات توقف، لحظات أتعامل فيها مع نفسي أنا وإيه، لحظات استراحة أبتدي معاها بداية جديدة. بتكلم كمان عن فكرة الاختلاف، لأن إحنا موضوع الاختلاف واختلافات الرأي بيعمل لنا مشاكل كتير أوي. كتير مش بتستوعب إن إحنا مختلفين عن بعض. بحاول أقول في المقالة دي، أنت لست ملزما بتبرير اختلافك ولا الاعتذار عن كونك مختلف. إدراك هذه الحقيقة يمكنه أن يغير حياتك ويحسن من معاملاتك اليومية مع الآخرين. قبولك لذوق غيرك في اختيار الألوان أو نوع الأكل يجعلك أكثر مرونة في استيعابهم مع إعطائهم فرصة لاستيعابك أنت أيضا. كلنا في الغالب نتقبل فكرة اختلاف الذوق والألوان، ولكننا لا نتقبل نقاط الاختلاف في مسائل أكبر من ذلك، ومن هنا تأتي الفرقة وفساد المودة. مع أن المبدأ واحد وقد قبلنا به من قبل، إن إعادة إدراك فكرة الاختلاف قد تغير شكل الحياة في عيوننا. لا تنكر على الآخرين ميولهم ولا اهتماماتهم المختلفة عنك. تمتع باختلافك عنهم مع احتفاظك بحبال ود لا تنقطع بينك وبينهم. تقبل الآخرين وكن أنت الآخر الذي تريدهم أن يتقبلوه أيضا. أنهيت كتابة هذه السطور ووجدت نفسي أردد، ساعات أحب حاجات ما أحبهاش غيري. فكرة المقالة جات لي وأنا بدور عربيتي فسمعت الأغنية بتاعت محمد منير اللي هو بيقول ساعات أحب حاجات ما أحبهاش غيري. فكرت جدا في المعنى ده، إن إحنا ليه بنقبل إن ناس كتير قوي ممكن تكون مختلفة في ذوق الأكل والشرب واللون، لكن مين بنختلف في الرأي أو في مسائل أكبر من كده؟ كون إن إحنا مختلفين دي رحمة من ربنا، كل واحد فينا نسخة أصلية من نفسه، مفيش شخص مننا زي الشبح التاني بالظبط، كلنا عندنا نسبة من الاختلافات، فلازم يكون في مساحة لاستيعاب الآخر، لازم يكون في مساحة إن أنا أكتشف إن في وقت من الأوقات أنا كمان الآخر اللي الشخص التاني بيحاول إن هو يكتشفني. في حاجات كمان كتير مهمة بنحاول إن إحنا نقولها في الحياة، زي فكرة المطارات. بتكلم في مقال عنوان الجواب، إنه المطار تقريبا هو بيكون بوابتك لدخول أي بلد تاني. الحقيقة أنا سافرت مطار أديس أبابا في إثيوبيا، وبقول في المقال ده عندما تنزل إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا ستجد خلية تحت تعكس على العمل في جد ونشاط. فتيات في قمة النشاط يعملن في هدوء، يجدن ما يعملن ويتقن له. المكان بسيط جدا ولكنه يعمل كشمس تمنح ضوءها لكل قارة السماء. برغم صغر حجم المكان إلا أنه يعمل كحلقة وصل لكل البلاد الإفريقية. الملفت في النظر هو التفاصيل الصغيرة التي تدل على احترافية العمل من أطباء الحجر الصحي الذين ينفذون التعليمات في هدوء بدون تعطيل الركاب وبدون تهاون مع الموقف. العمال الذين ينظفون اللوحات الإعلانية، البائعات في مختلف المحلات، البضاعة المحلية السمعة والتي تمثل التراث الشعبي وحضارة البلد، حتى أماكن الترانزيت والكراسي المريحة ومواصلات الكهرباء المنتشرة في أرجاء المكان. الموضوع ليس به رفاهية كبيرة ولكنك لا تشعر بالانزعاج. 3 ساعات من انتظار الطائرة التالية لم أشعر فيه بالملل.
الحقيقة إن فكرة المطارات وإن هي دوارتك ودخول البلد دي وفكرتك الحقيقية، كل واحد فينا أحيانا وهو بيقدم شغله هو بيعمل الوظيفة اللي متعود عليها كل يوم مش بيدرك هو قد إيه بيسيب أثر في اللي حواليه، قد إيه المطار كان مجهد، قد إيه الناس اللي بتشتغل والمكان بسيط جدا، لكن هما بيقدروا يوصلوا يعني غالبا لكل دول العالم، عاملين شكل رائع جدا. بحاول أقول في نهاية المقال ده إن النظافة والنظام والإتقان سلوك شخصي يرتبط بقوانين الإنسانية وليس فقط بقوانين رادعة تمنعك من التصرف بشكل سيء. أنت من يصنع قانونه الشخصي للحياة بشكل أفضل. إن عنوان الجواب الذي تراه يخبرك عن داخله من قبل أن تفتحه. مهما كان محتوى الجواب جميلا، بدون عنوان من الخارج لن تفلح أبدا في إيصال المحتوى. الدعوة مفتوحة للجميع لكتابة عنوان الجواب بشكل رائع، لأني على يقين أن المحتوى أروع من أي مكان في العالم. أحيانا جاتلي فرصة إن أنا أزور أكثر من 150 مدينة في 28 دولة، وتبقى مصر سر من أسرار الكون. حقيقي بلدنا جميلة، بلدنا رائعة، بلدنا فيها تراث إنساني غير عادي، فيها أماكن يمكن ناس كتير متعرفش عنها، فيها ثقافات مختلفة في سيوة والواحات وسيوة والنوبة، فيها حياة ناس مختلفة ممكن تكون ملهمة ومبدعة بشكل مختلف، لكن إحنا ما بنحاولش إن إحنا نظهر الصورة دي. يمكن لما سافرت بلاد كتيرة قابلت استغراب كتير جدا إن إزاي إن أنا بنت مصرية، إزاي عندي شهادة دكتوراه، وإزاي إن أنا كمحجبة بسافر أو بروح أماكن مختلفة. فكرتهم لسه إلى حد كبير عننا إن إحنا مصر هي شرم الشيخ والأهرامات، مصر كبيرة وجميلة فيها حاجات كتير جدا ما نعرفش عنها حاجة، في محافظات رائعة مليانة تراث غير عادي، عندنا مدينة رشيد والحاجات الإسلامية اللي فيها والبيوت الإسلامية القديمة، عندنا تحفة سنور في بني سويف زي تحفة شريطة في النيل، شيء رائع وشيء بديع جدا يمكن السياحة مش مركزة الضوء عليه. إحنا محتاجين إن إحنا نحب نفسنا أكتر ونتعامل أكتر بالجمال اللي موجود في بلادنا. حاولت في الرحلة دي إن أنا أقول للناس أفكار مختلفة تساعدهم في حياتهم، هتلاقي يمكن العناوين مختلفة شوية، عناوين عن أشخاص، عناوين عن أماكن، لكن الحقيقة أكتر حاجة بحاول أقولها هنا إنه الحياة رحلة نعيشها بكل تفاصيلها، الحياة فيها أشخاص بنقابلهم، مش كل شخص بيقابلنا أو بيعدي علينا مجرد شخص عادي، لو وقفنا لحظات عشان نتأمل الشخص ده هنلاقي الشخص ده جاي يقول لنا رسالة. كل مكان بنروحه بيعلمنا حاجة أكتر عن نفسنا، كل حاجز بنكسره سواء حاجز من الخوف أو حاجز من الرهبة بيخلي عندنا إرادة أكبر إن إحنا نحقق حاجات كتير. يمكن السفر بالنسبة لي كان من ضمن أحلامي، كان عندي قناعات زائفة إن السفر ده بتاع الناس الأغنياء وبتاع الناس الفاضية. لما بدأت أفكر وبدأت أسافر فعلا وألاقي حلول اكتشفت إن الموضوع ما كانش كده، أنا اللي كنت حاطة الأفكار دي في ذهني، بس الكلام ده مش حقيقي. في امكانيات كتير جدا للسفر بأرخص الأسعار، أنا ممكن أسافر جوه مصر، ممكن أسافر بره مصر، يمكن بتكلم هنا في رحلة المغرب، أنا سافرت رحلة المغرب أكتر من 10 أيام و9 ليالي، لفيت فيهم 5 مدن، عملنا مغامرات مختلفة، الرحلة كلها كانت 3000 جنيه، في رحلات كتير أوي رخيصة جدا، في أفكار كتيرة ممكن إن إحنا نحاول نلاقيها زي مرح مختلفة، ممكن أسافر أتطوع ضمن برامج ثقافية، تبادل ثقافي. الحقيقة الكتاب هنا بيحاول يقول فكرة مختلفة إنه الحياة بالنسبة لنا مش مجرد الأماكن، أنا لما بحاول أكتب أدب رحلات أو بحاول أتكلم عن وصف المكان، مش المكان بس، يعني النهارده وصف المكان موجود على الإنترنت، أنا ممكن ألاقي خرائط ومعلومات، لكن إحنا عايزين نشوف الإنسان اللي ورا المكان، الإنسان اللي بيحمل رؤية مختلفة، الناس كل شكلهم كده وطباعهم مختلفة، هندرك حتة وندرك حاجات كتير جدا. ليه الناس لونهم سود في أماكن معينة؟ ليه الناس طول في أماكن معينة؟ ليه الناس بيت في أماكن معينة؟ إزاي الناس بتعيش في أجواء مختلفة؟ يمكن حالتي الخاصة إن أنا أروح الغابات الاستوائية في القارات مختلفة في البرازيل وفي آسيا وفي أفريقيا، شفت جمال وشيء غير عادي من الطبيعة، اتعاملت مع وجوه لأشخاص مختلفة، الناس كلها في الآخر بيجمعها الإنسانية، كلنا في الآخر بشر. كلنا لنا ما لنا علينا ما علينا. في رحلة الحياة محاولة مني إن أنا أقول للناس دي تجربة أنا قمت بيها، فكرت إن أنا أسافر أماكن مختلفة أتعامل الحاجات اللي حواليا،
أتعلم من الأهل.